جناب خود مزون و دلوان از طاها یحیا سعید در نیاس ملا طاها گلی دای بوی 1953 ای گند شرین دورا گلیا ویر خود امید داین ویر منا دست بجیان خواه کری حتی ام هاتی نه مدرسه قطاب خانه چیستونه که امید چونم قطب خانی چند سال اکا صالak دو سال سه سال مال قطب خانی در باز کری بلی منش یا تمام کنج بر شورا شا ایلولی هنگ شورا شا دست بکر یا شستو ایکی ام هاتین جیت خوال مال مالت خوال من دست بخواندنی نبردایم من هر دست بخوانديني كيرويجيون أه من بيشتي أه من تشتاكش يعني أه خواندون ونووسين من زاني أس من قرآن أه ختم كيل دف بابيري خوام الأمحياديني الهر أه بابيري منه وهر لغندي ما بيه الشليني لدولة غوليا الويري چند سارة ما خونت حتى ما ختم حتى شفت حفتي تقريبا اس هاتما ماخذناها إنا زاخم هاتنا مدرسه ديني خطاب خاينه ديني المدرسه الدينيه الملحقه بجامع زاخو الكبير يعني مسقفتا جامعه ماظن يابا الزاخو الويريما دستب خواند طبعا بيني از بيمجيك من الد... ال... الدف جلك ما مستايا خاندي حتى من اسهات ما زاخو بالهنجي يبرنجي فقياتي ما اثخان هارول دف ملاكي ما مستاكي ما اثخان ختم بهم قرآن من الدف وابي لخوا وفتح القريب من الدف من عبد الله هر مروي ما يبس ما مكما ما من الدف في تمام كري و مقاصد امام النووي، اكتب اندسفيكي دسبيكي يدخون من هر درس كل دف ما مستاكي مدخون دن لها بتر من دف بابير و مل عبد الله او يقول ما يهب من دف خوان دن اجتماعاتنا زاخو طبعا صلاة ولا قبلنا كرم شنكو امرين بشكل مظن بي

دس خاندنا رسمي يعني دو هر ما فقياتي كتبية الرئيزي مدس دس بكرن و رسمي المدرسة جمن مخان طبعا في فترة دامن خاندنا يا كتبة الرئيزي لدف قلق ما مصطا ما خاند شونا ملا محمد شريف سليفاني مل دافيو خاندي كتبة ما يتكتبت الرئيزي ملا محمد مرعاني هر هل زاخو وكتبه استعاروه وضعه أضاب البحث من الدف ملا عبد الله سوري إكسوري بي أو شميجة. أه سوري بي شميجه سوريا هاتي الزاخو أكل من الدفيه فيها كتبت خلاص. ما الدف سيدا ملا إسماعيل أو مدير مدرسة بي وإمام وخطيب بي ومدير بي من الهربات الكتيبة خواهي كتيبة رزيل دا في جي طواندي ومع مصطفى حاجة رحمة أخذي لي طبعا فهمينا ما نمانع رحمة أخذي لها ميابت ما الدفونا خواندي استفادة قلعك جيكي حتى ما كتيبة رزيل خلاص كلي بش تهينجي أمت مدرسة هاتي ألغاء كريني أم هاتينا فاقوهاستيني بو

تفسيرا منيرة يا تفسيرا رحمة الله وهب الزحيلي هذا تقريبا شاظا مجلدة شاظا مجلدة ومجلدة كشوان تفسيرا يا يا منيرة تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج تبقى يلقى برفرها أو اشتبه وصفنا يعني تقريبا شاملة تفسير ده تفسيرا برفرها يا زماني فقه سيرة أحكام هذا شاكي هابت أبي تقريبا ينايدر يا هجي هندي يا كمروف هر بردوام مراجع كتب بكتب كتبك يا 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 مهمة كو أبدا مروبي نزيكي كتابا خديك كت دي تيجي هشتناك يا درست بو خودي خدي مروبي جي جيبار جرت أبا وكتاب يعني

هر حكمك الشرعي هبت كان دليل و رأي و استدلال هبت همي يتهاتنا عارتيرنا و, و يتهاتنا يعني تشبه رأي خوش يا ترجيح أو رأي ويذي يا ترجيح كي بجاك أو رأي شي موافق كي مذهبي بجيك يعني تشبه جي يع بجيك يعني كتبك جلكا جلكا بركتيا يعني مروف استغناء جي بكتبه ناكد بردوامي چونكو جانما يعني جريدا يعني فقهي يعني أحكامه يعني ابا متهمي مسائل احكامته هر كتاب هر موضوعك كنت محتاج فيه قد كتب ودي جالك فايده مزنجي وارجلي وارجري ابا بك فقه يعني هر وصا يا 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 مهم يا إمام الغزالي رحمة الله عليه يعني إحياء علوم الدين يعني راس كتبك كيفنا ومؤلفة كي بركتية وكتبك جلك يعني يا مهم يعني هذا مختصر تقريبا كان مجلد لكن يعني أباجك استغناء جيناكم يعني فترة فترة هسه يعني هكذا كان خلاص كبير أس جهتك أس محتاج اللي زور ما بجيك يعني طبعا نبا كتابان من خلاص كرين واس هر استغناء جيناكم شون كوت مروف تشتاجي <applause> كت هر حكمة كي ني بيت بيتا اس استغناء جيك وان ما بابا تاكبت السر باخبه مجيك از بكتبه بكيم خواه يعني اعتماد دم السر بكتبه و موضوعي يعني زنگين كم وان افكارو او أفكاره افكارت بكتبه أفكار افكارت امام الغزالي أنا الإمام الغزالي، فيلسوفك إسلامي دفاع إسلامي كري وعالمك ما علماء إسلامي. أذاك كتب قل دي من من يعني من استغناء ليش استغناء وكي تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم قرطبياً. يعني شبيجي بكتابك فقيه احكام فقيه بترت في كتابه احكام يت يعني هذا اه تفسيره فقه تفسيره شبيجي فقه يعني يجيك وكتابك مرش السنه يجيبك يجيلك مرو بردوان بتر تخلص بكيج لازم تو هر مراجعات هر كتاب صحبتك عن آياتك وتاهات تول اشكال بين سارتا تفسيره تول زبرت يعني تفسيرها راسا من يرجي يابر فرها يا بس اعتمادها بتر اعتماد مسالد فقيده يا القرطبي يعني قلق قلق دقيقه بو دانا معناه يا مقصود اياتي اه بو دي ديارتك يعني الوصا من اعتماد دي مسار كتابه سيرتي راسي اس جالك معجب من اعجابك جالك من أب محمد علي الصلابي دكتور علي دكتور علي محمد الصلابي كتبت في همي السيره النبويه جوان ترين كاتب يا في غنبري هات نبسي. دكتور علي محمد الصلابي خذ خيراي مبيسته رب العالمين جيوي دريشكتو توفيقا بدت يا راسي خزمتك برفرها خزمت اسلام يا كريم اب قلم اب اب دنگ اب كلم اخوا بره خدي يا بهمي نكتب لك من التقريب من هاي خاصا سيره پیغمبر يعني اجبري پیغمبر ما وسيره پیغمبر كامل او وك منهج وك مقرر ابو ماس تقريبا اسنش باستغنائش شو كتبه يعني استغنائش بكتبه وك مرجع بومنا اس لزبرم هر بابتا كبت هر يعني دراسة كبت صحبتا كبت أسل السيرة النبوية يا يا دكتور علي محمد الصلابي خد خير اي بن بيست يعني ان هر جانب تاريخ داجي اس البداية والنهاية يا مؤرخ اسلامي مفسر اسلامي يا ابن كثير الدمشقي البدايه والنهايه ابي تقريبا باشترين مؤرخ تاريخ دانيبيسي البدايه والنهايه وقت مرجعه هل انسان يبي التاريخ بين بيسي بلا البدايه والنهايه ابي كتاب يجلس هناك تو بردوام ومراجعه بكتو معلومات تخوي الدقيق اش بكتبه ورقرد وك اهم مرجع وك اصل بل قال كتبه دي ترجي من فتح الباري وكتبه تريجي وكت اه صحيح ابو يعني آه صحيح مسلم او آه يجي كونه من نه مرجع مرجعك ابو شرح حديث في غنبري صلوات خود السربي

اما البي <سؤال> فاتي حفتي حبتي بسي الهرل دهوكي من هفجيني بيكينا هر ايشا مدير مدرسة ما بي يعني ما مصطا سيد مالا اسماعيل ينا بشكي دوسكي رحمة اخو ديلي ما هفجيني ايه اينا بكشاوي طبعا بنا خزمتك ما الوصلة صلاة هزارو نحصاتو حفتو سيبي حفتيو بيجي ام تخرج من دار شوين اش معهد اسلامي وما اه تقديم كربو كلية لو سر ميدان شار كل كلية ديني البر في اه الشام كلية الامام الاعظم بي البغدادي كلية الفقه النجفي بي كلية الدراسات الاسلامية هر البغدادي كلية اصول الدين اوجك البغدادي تقريبا دو كلياتنا لغواكين اصول الدين والدراسات اسلاميه هاتنا لغواكين دو كلياتنا مانا البيشيا ما اوجي امام الاعظم بي وكلية الفقه بي. دف مع الدلابي ام دهت تني ام يعني ده يا بس تني. ده الامام اعظم من قبل كرني وده الفقه وأفيد تري المعادلات وانش هشتوا دوي كيم ترنا أسي يعصب بيم هشتوا هشتو هشت تشتت فوين هشت ب من معادله مبي أصل إمام عظم نهض ما قبل كرنا أو ندهد فين أسي يعصب بيم أس أول شخص بيم الرقم إيك كليه الفقهاء ما قبل كرنا ده قال نهك شذي تري هم شو المليء دوام كر حتى حفته ونهي حفته ونهي ام تخرج بين كليه شهاده بكالوريوس في اللغه العربيه والعلوم الاسلاميه وان واللغه العربيه وادابها يعني يعني اول كليه يعني كليه الفقه في شهاده وابي كل بكالوريوس في اللغه العربيه وآدابها بشتنجة هاتا جهورين المكاريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية حتى نوكاجيك يا ماي نوكيجي حتى نوكيجيك يا احتمالا بشتي هنجي هاتيا وقو هاستيني بو برنجي افسر جامعة مستنصرية بابي نوكا تابعي جامعة كوفية يعني بري بريك جامعة تابعي جامعة بغداد بشتنجي جامعة جامعة كوفة إنه احتمال لا يا ماي تريا برفر هذه بس كان صالة كان يدوري طبعا خلال الفترة ده فترة كاديرو دريجة أم ماين يعني بني يعني وخصيص حفتو شاشة أم حفتو أم صفا إي بين الكلية الفقه بالتقديم كير وزارة الأوقاف وك إمام الكربلاء. اس هاتما دامازر اندني بستو بينجي بستو ششي هاي با بينج حفته و ششي حفته و اس هاتما امام هاتما تعين كيني وك امام خطيب الجامعة العباسية الغربية البارزقها كربلاء. الويب بارزقها طبعا اما اينا بري حتى اما استخرج بيم الحفته والنهي ام تخرج بي، أه طبعا يش دارت كليه تخرج بس كنا عسكري هنجي عسكري أه هجدا هاي بين أه هجدا بدا على خاصا بخرجينا ابد كو درت شويه كليات مع هذا هش أه هجدا عسكري تكر قلت ما ام السعيم امام خطيب قلت يا وا هندكين هما بس دنا بخو بيسن معسكر تدريب المحاويل بيتشنور دي انا تسجيلك بكي احتمال هيبكي بكي من انتهى تدريب اذا دي انا زبرندني انتداب امام خطيب عن امام في المحراب جندي في المحراب يعني تو دي امام بدي دي هر عسكر بي بس تو دي زبر سر وظيفه اخو طبعا هذا ام يعني كورتي داس في بجيون اخواكير تناو باخذ وقت مهاتي هاتي طبعاً وطبعا قال القطب خانه ما دوام كير وما تيكي لها هفالا كر ما تقريبا ام يتمن ما ام سي كاسبي يك ايوب ايوب درباس موسى شعبان درباس براي تيك بين و ابراهيم ابراهيم درباس موسى غجي القلماب أه. طبعا أه. أه. ايوب درباس موسى وشعبان بيش يوم هاتبين هاتبي هات دفون راهاتن دفرا ابراهيم برايان أه. أه. بي ايكي الشهيد بي بشرد وما دا شعبان ملا شعبان امام خطيبي البغداد أه. ملا ايوب وصا أه. وقتها كيما موظف مل... أه. بالوزاره أو قافه إمام خطيب الخطيب بالبغداد وكاش ديال بغداد ماك برايوانا كا استاذ الجامعه جامعه بغداد بدكتور دكتور ابراهيم درباس موسى هذا طبعا ما جيت خو تقريبا عمرك يا بوروندي ام القلق جيان في فترة دا فترة كادير يعني حتى أم كلية بشتي كلية طبعا أم جيبابين أو صالت بشتي ما معدل هاتنا قبل كرنا حتى معدل هشتي وحفتي وتشتك هاتنا قبل كرنا بشتيني يعني قلت من الشيخ زبر بجارة كاديبو إمام إمام عظم من قلت إنها ما دام أزي هذا هون تعين كرنا إمام خطيب أزي الكربلاء كربلاء البغضة بو بغداد دورة بس بو بو نجف يا يعني نزيكيا كان صالة كن أمدي بورين اسم ما بير حتى هات ما تخرج طبعا الفيري البري كوام يعني المعهد سيدات كوهافال ما مثلا كو يتنو كم مثلا هيك شو انا ملا زاهت ما مصر بي يعني مالا زاهت زاهت اسعد جوهرزي جدافرا ميديا وعصمت اسلام هروسا بصمامي بيا وجيك امل اول امل جلك بين

هيك شو انا مثلا المنطقه هر هل قال <سؤال> ما فقياتي ما خوندي بلا شوكة، منطقه أميديوان ميديوان درابي برا كبي نبي عابد بي اوجك القلبي <سؤال> بي نبي ياسين بي اوجل <سؤال> القلمة بين اكديجك مهدي بي مهدي رشيد اوجك القلمة بي يعني مال الزاخط خاند. فيشتي هم هاتين البقع او بدوهوك ياوجيك رواصة الجلما هات المليوري خاندقة يا تمام كذي. طبعاً أبى جلك هواي يعني الزاخط وجيب بانه مدرسة بيت مدرسة من نجلك يعني جمارة وانا جمارة كزور بين تقريباً يزكيه حفتي هشتي قطابيب يعني. طبعاً ما الجلك يا خاليو وهمية تمام نكترن. الجل غروفة منطقة نادق جام زحمة في هندك جل كشوانا هيلان يعني أبد أكو ما درباس كلي أم كان ما صبر تحمل كير وعم بشين خاندنا تمام بك بشينا كليو بشتي كلي أم بين دام زران وك إمام الخطيب المزجفتا دوام كير من أزرير بطان تعيمي أبا أبك هوالو وكي مالجل ايش شوانا محمد شريف ملا محمد شريف وبما لا انسي اوجيك يعني ما مصر بين ملا زاهد بي ومحمد شريف بي هيك إيه محمد امين بدليسي اوكي تركيا يعني بي القلم بين او انا يعني ما مصر بين ما درس قلت يا شامي جرنك ما مصاك هبي الزاخو ما قالك بين معجب بي مع بي, بي فاجر هاتي ملا تمر، سمر قلت قلنا سمر خان محمد، في روسيا هذا، جنجك بي، هيز بي، همت بي، داعيك بي اتمناظمك، رخراوك، يا إسلامي، شباب المسلم يعني برسي، رخراوة الشباب المسلم في زاخو والله من درس لدى أصلاً دا ست دا سبيكي وقتها عم تشوينها بيني او تقريبا شستو هشتي بي شستو حفتي شستو هشتي شستو حد نعمل زاخو عمل دفن بي او دفن ما او سي دايما لا يسمع لي اجازه داي جزا علمي دا داوي دا بي بيشتي ايفاركي بيجا بيشتي لفيجا ايفاري خلك كم كرن وخورن هاتا برهف كرنو و اجازه هاتا داني بشهدكيا

أما اب ملا تمر ابي أه جلك أمت أه يعني نص شيرت كرينو نصيحة كرينو وبرم جدة خاندنه وخاندله برم شيرين كري يعني حتى بفترة بيشتغل فترة, فترة الزاحوبين أم ملا تمر ما نزاني طبعا أورخ رواكا يعني محظور بالذبح حكمتي ممنوع بي حسابين حتى البراماتيت أم المبودة في غنباري حتى دل مزقفته لافيتها <applause> هاتنا طبعاً أو بيرادي ملا تمر بيرادي تمر سمرخان قلتني أو بيرادي في انتهي لا فيتو مثلاً وانا وكوديتشاكي وانا كلمة كي أو بيرادي ملا ملا سمرخان لافيتها كنفسي بي يعني سر مولدة في غمبري ولد الهدى فالكائنات ضياء حتى هيك البنين بسبي منظمة الشباب المسلم في زاخو طبعا ويري ام يعني حتى بربرست يعني يتميري وحتى اديانا مطران واف خلق كي خلت هاتنا مولد حازربي هيك شوان هنجي بر يت حزبی بین گوته سید ملا اسماعیل آبهانه کلا فتنه بیسیه و طلا گنجت میانه بیسیه بد بر پرسر نجمس گفته و خدا آبهانه آب ممنوع کافه بجی اما لیره رابین او لفته جی وکر پشینگی گوکن بیسیه سید ملا اسماعیل هند واضح نكر بوی گوته با گنج جو الله اوت بر رابی آنظم کا چی مسیر و ما پام مدت پام هم ناف نشانه دا نغوت يانيكا يعني هم يعني او لافيطا جيبا كيرن يعني يعني والجل... ما الير يعني ام الجالفين يعني جال وي هينج تقريبا ام هاتنا تانوين كرن جيكل وير خرابه المسلم شيسلو هاشتي والجلا جنج دي تري جيكل الير ما دست يعني جانكا يا يا سياسي ام شي بجين قام هشتا تقريبا نجلك مظن بين نبس فور بين, بين بس ما جاود ما هاتنا ركرنا و دوهت ما جوا بين وكيل بيشد ما هزرت خواه كرن دي وعيك بما ما پيدا كر كو اوا تد هيا مروبه بسرمان بزا وكب كد بو دين خواه غيرتا كيل دف خواه يعني وي اسلام هاني اب جاين تخلقه تري أمبر بيرسين برسين رجا قيامات حساب دي بيال ما يتاكرني هكا أركي أخوة نرابي طبعا في فترة ذا دا أم هوصة دار بوسكر حتى بهشتي صلاح هشتم شون عسكري

ام تخرج بين تقريبا هيبك هيبك وصلنا بي دورك لازبي سريع بي ام تخرج كريم رتبه نائب عريف دا مهاريك الرتبه العريف خاصه من الخريج خريجة كلية خريجة كلية شريعة بي خريجة قانوني بي زراعي اف هارسي كلية عندي العراقي هاي طبعا أبا هميل كوب أم داخل دورة كرد كرين ويا مراكاس برم يا يعني مخاتنا توزعتني هر ده ده يعني واين ايش دارت شويه دوري بلاف كيرن هوبتنا عرضت نصيب ما ام هوبتينا منطقه رمادي منطقه ايش ثري المنطقه طابعات حدودي اردني والسعودية ام البيري هوبتينا بيري طبعا اللي شريده سبيكيرفيج يعني أما ما نويري فتركي شر واختي شر قرنبي محتاجي بين يلا أمجي أم تويري إينان أين كنا حماية الطاقة الحرارية الناصرية الناصرية أم بنا أما الويري بطاريات ما هابيلويري شاش مدفع بن حماية الطاقة الحرارية بيشتي هنجي بري مدا شر قرنبي الهشتي ايكي بري مدام بصره الفتره كامل العماره ماين بشتينجا بري مدام محمره محمره بجنب عبادان المنطقه عبادان طبعا جيش عراقي ناف ارض إيران تقريبا قالك يعني تشي بي يعني نوت كيلومتر ناف راشبي ریبار کارون را در باز بین ام گهشتین باجر نیزی که باجر یعنی ما باجر دید ساترت مویت ایرانیا همه مقابل ای کن متر نبین ما بین نه. ساتر ایرانیا و باجر اوش تقریبا یعنی دو سات متر اک همه دفت همه باجر بین یعنی ام تقریبا بری پترک ماینه بری حتى روجك شبكة أمر بطريا غازي أهمي همي كريم وتما الشياري خبر أب فعاليك مظن إتاكيرني بجا تخسيم بلا همي جندي أمودابن بن حاضر بن آمادا باشي دابن الشياري خبر حضرك يعني يعني دا شو ضرر نجاه دا والله تقريبا اليازدي يصدر شريكاً الشفا بستو حفتة بستو حفتة هي هاي هايبا هايبا بستو حفتة هايبا شفا بستو حفتة بيها نسميش بستو شاشة سال بستو حفتة آه. أما طبعاً بفعاليات جرم بي حمي رنجة سلاحي هاتنا بكاري ناني سلاحي سيفكو و جرانو حمي سلاحي يعني يعني وقت قيامته لهات يعني شفا ما بردوان بي حتى نزكي سعدوسي بجتهم جي دنجج كي كين بيه بسحر رفما منشيا هندي بين ألغامن حقيقة ألغامن ما بيننا و إيران يا ساتر إيران ده هكذا ما تابته ما من نتخلقه بين دافما الويره طبعا بکشف حتی نیفرو هات بیشتری که آمر بطری ما تلفن آمکر گویی آگه شوها از ده من زانی کو آمد هاتی نم حاصل کردنی توی شریدا و دچ ما از سرای نیم دی بلکه هم هم سحب می‌بینی یعنی بس تشاری خوابن کس چقدر رفتن چه جد خوابه گیرن بشاری خوابن. بله نمانند أبت ها جنديت حضيرة من دوزة جندية حاضرة ما بي قلت من آه قلت من أمر حضير تيار من قلت قلت بخداعة ماني أبت هات من قلت ماني على مهمية الرفت يعني قلت برا والله ما تب زانية في قلت يعني أما دابا شيء دابن حتى أس جابك هو وات... ليش ما هو أمي سحبي أنا يعني مدرج ناكن برا وضع الوضع جلك يا علوس بخلك يتت طبعا مشات شات كان يعني كتيبت دبابات الرخمه ما بين كتيبت ما بينها مع يا جيش كست بيش نوام كست نشد باخا بدجيك آه نقيبك الكتيبات الجيران ما بين أشوم قوت قلت يا وضع قلق قلكية يا الوزا وامش يعني تهاتنا محاصره كرني وتشرك منامانة ريكك يا ماي اوريك جيك بحره يعني شط العرب شيء بكفته اون مرنه اون دي مقاوميكي بسحب سحب بيدي كشتني جا هفجا هم كيف خون شنو جا صوت مالا من جندي تخا وحاضر كان دوز لكن قلت برا والله يعني المناجر ظروف هاتنا قهوريني وخذنا بشره وحربه آه عافي كيف خدمه شو دا سيمانين بجا هر كره با خوي كيف خوي كسب كسب خبا نا كريد بجا يوين هر كرم كن هر كسه كي بيت بلاه شنو بجا فقاي دينا سرقا و وارو و دو اول بيجي ما ما قلت برمان مش اجو كده اجي التاق مصيري اصلي ميكه والحاصل ام شدر اجناكن هرك بوخاتشو دوكاس مان دو إحدى خالكي عمارة اه بي، إحدى خالكي مسام يعني أو تدريشنا ديالابة، اه دو جنديل هوا هوا للماضي. قيس وحسين بي، ايك قيس بي خالكي عمارة بي، قيس حسين اه خالكي ديالابي وخدى اه أمر وخدي اه اه حضرتنا قلت والله الحمد لله تابد بمرنا. قلت برا ماني أبى مرنا، حركة وخدى لي فكي بينها را. الجلي. والحاصل ده إيش أبراهيم ما مأجون، طبعا كسرنا ما برخوديد، جيش شقست، وهر اكتيد برخوديد سلاح ما نت سلاح ده كيوب فايدة نادد دي, دي. يا ما بس مقام الطيران دي سلاح خفيف مهابي، بس سلاح نعم أهمي مهابته شو سلاح ده سمداش نما، والحظ دبابات دبابتين وعجلة بجهة عالم الخوابات، خب وان عجلة وضبابة جلدا، خلاص. ما جا ولا حوالك ما قيسي او بوتامن ورا ام جي عند الفرنسيور يعني في دابا ما جا بها والله خوابيت داس خو ديريش ام تقريبا يزي كي بالصح صحه كامل تشوف تبرا خدي كلا كم زحمته <متحدث> هم ماشي خو بيفا بيجري بجا اما سافه كي تشوين هند خدي انا ما ديت سر شارع عام ام تقريبا بريكاروني ربار كارون مدينه الهندك سلاحا دبابنا سلاح خفيفة وسلاح جرانا يعني ما هزركر وعراقينا مش قد يا يابا إخواتكم عراقيين والله والله ما تشي ما نزاني ايرانينا والحاصل في فتره دا وقت ما قلتي بي يعني هجة ما خليهم يقولوا برب خدّي أزي خوهاش. ما خوهاش ولا بون هاردوكا دفر خوهاش. وقت ما خوهاشتي ما غازيك راحنا اخواتكم عراقيين. أبدي هم عراقيين. هادي كيف فوجه كيبي فصيل كيبي أم ما خوهاشتش عادي صاروخاك تاوها بتوخا ليبا دبابين أو جير بربي دبابي أبل سرموني حامي صوتون صاير در أو جير بيبا يعني مهم أني يعني مش خوها بتا عادي. أمانج ويا ضعيفة هردو هبليذ مجنون الجلمن وتبرا كرد والله امدح حد بمرني الجلمن أم أم تشون خطأ كدا خطك خط إنسحابي بي أم تشون برا والله أواديا خاد ما خم أمي سهرزكي تشين في الشامه ماطر سكلكي سيمروفيلسر قاذيت سلم سلم نفسك اني خاد هسلم كن

خوشی کین ام حتا ام هات نیزی کی ساتره کی دی برا خودینه بيش يا محمی بی يعني هم سلاح خفيف هم بجا او اف صاروخ بشیکی تاون او وانا اشتخوا بتنمه چل أبي او هاتا کشتین او هبرین واس اما توی وضع دا وضع گلک گلک آلوز بی هندک خواهم اندکا مهمی ياسين

وفي شهوة ما نه إيرانيين لابرخانينا همانا سلاح وهم رخابة يعني طلقيت يعني جلك هاتون كشتينام هم مان ما يعني في يعني. جام ها هوا لك ما بيخليك بغضابينا وعباسي وبرعب خده ام دي از خو تسليمك بل كي ما ناكو جن فكوتي برعب ام ناشي خو هر كشتنا ما أملكي بالك أم خلاص كوتي خلاص كيه والله ما رابي فاني لخوش بار خاكر فاني خراكر قوتي يعني قوت تسليم والله وقت وكري هما نزاني ودورو هم دورو بريد مهمي جرتين همي رخواهاتنا ما قادم سلاحي رخواهاتنا سلاح كنا سنجد مرة جمال راوس تقريبا أم هرسي وجا رخديج ديج بعد تقريبا نزيكي بسها كام كومي بلام تقريبا نزكي بس بيز... نزكي سها كابستو يعني بستو بينج حتى سها في حدود بي, بي. هاتن أه. جل كده مش برمكرين بلا وش بيان نذكر يعني من روس كرين يعني بس لكن أه. بيجن أه... ده بيقول تنه يعني أم وصب سيلة يعني مثلا باراك هبت ساعات هبت شك هبت أهمي إيش مص ذاكرين جه باباك باك موضع الجباب قلت يلا ورن هامي بيك فا ورن خذ ريشكرن بيت جالا جالك وروح شرينا قال لك عندها هوارا ونظام تشاو خاطا خذ نظام يعني يعني هاتم قنطاخ تفنقا مليت و و يعني طلقه جهابت السرسال قلت يلا يعني خذ مجبور بين يعني تشم مجال دانما ما خود ها لغير سبحان الله. تنا من برام روحي يعني. عمله يطلع طلقة كي بتمش بدنيا يروح خب مش يروح خلاص كذي يعني. في وصيحانه. بس خود تنين برام روحي. مال وعيال وكس وكعب الدنيا همي. نمال مال عمله يطلع طلقة كي. دو الفترة دا. لحظات قلق جلك يا جرامبي يا سر مهمي. سبحان الله باش بي اكس طبعا فرق فرقه يدر كاتنت يعدامي هر هاتن هارد... هوتن... كبر طبعا هنجي وانا فترك دابي بوي اعداماتا او فتره نصيب ما نما بي والله كان مروفك داركتن كاتن اشياء اش... بيش اش... ساتر سر ساتري... ساتري... هو برا خطي وزا دي ما مهار... اعدام والله اش بنفيا كرا حوار قاسي وان. قولنا فرمانا إمامي شكينين من فرم إعدامات نمانة. أي كل وانا أخذ عربستان يقول خدّي بين أوانا نهش هواه المكشطي. خدّي أذوانه همّي دكش. واللهات قصّ قوتنا منطاقات فنجل سينجوي در دا درخستنا أو كم جنديا؟ لأن قادة عدة جنديا دي ترقينا. والله قت ما يالله راب. والله امرو شر راب يعني مرينا حسيف تقريبا تشو معناه قالت ما والله قلت ما ترسل لي ديال موناكو جي اعدامات نم حتى فتره كيبي اما باش تنجي اعدامات نين يعني هن السرد ما تما والله من انا ورا شنو غازي وي احتمال قائد ميداني بي رئيس بي عمر بي عمر عمري تقريبا شيست صالي بي تقريبا ما ظن يعني هنا قوتي هندك كهرن قاز هندك عجلة هلا عجلة ينون سياره كرنا تيدا هري كمه فرق قافي داين مطارية كهد بتقولي هاي مطاري فرق قافي كره قبخ قافي كره <تصفحة> دهين وده <تصفحة> ما <تصفح> هش <تصفح> بيوكي هاي داري لهاتي هيفا عبادان جلا جرمه منطقة جرمه وهيفا وصا وصى جرم بيعني وأمجت يوضع ده وصى ما جلا جلا كي بسر وبربي رجاء اولا سياره ترى والنكر ام شندك ماي ام تقريبا هداك ماي او وبر والله سياره قال سياره قديك سياره ام كانت يدها ام بري مدانا عبادان ام شون عبادان وعبادان نزيك يعني ام معسكرة معسكرك يعني نزيك يا برخ عبادان شان شند دنيا يعني بس جنكو بلا جنو وبتشيكو او هاتن هاتن هجومي ماكر وطابوك و وبرو وجام السيارة بسر سري مدينة خالي وفين مبكشن هارد قوتن بـ آه بدن مدى ام خينان فركين كورد ميت كشتين مال ميت خراب كيرين مين والحاصل وضع جل جل زحمت بي او هاتن بطفنجة او بقنطاق الطفنجة ش مفكرن ام برين برين بكيرين بيمي عسكري ده برين ما مجير و ودستين قام هو بتينا تويه يعني قاعد قاعد يعني هو ضعيف قاعك بيتشي بي قاعد بيتشي يعني والله البري فترة كي أمان هات نوبد ما نرسي نوبد تشيه فصيلة تشيه ورتبة تشيه توش مذهب تشيه حتى مذهب يجي مذهب تو سنية شيعية أنا ما ما قلت أم سنينا، أبي الشيعة قلت أم شيعة،

قاعة مقاعد معظم بين أم كرنت دست دست تجاوز ما جري داينا ودست المش جري داينا أم دف دف هبتنا عهدي كنا قطع قطعة التوقع عبا أم أشبر خدينا قاعك معظنا تجي أخسر أو مروب نبي كان إيه يعني هزار و... نزيك دو حزارة بالتقريبه تقريبا عندك تقديرات حسب كم قتي بيشتي رجاد ويه يعني شبه ما ينوري مزاني تقريبا عدد ما نزيك دو هزارة بيان هندا قد قد هزارو هاي صادو تشتاكا نزيك دو هزارة قابل اما انت بدويري باش ام اوف نا اف نا خارم، نبي يعني بام اتو يعني و فترة فترة هندا قرات كرن برن اعدامت إعدامات يعني هر بر دوام بي يتوان تون كان هاني معلومات الدفوان بي نابد ما نوسي بي أمي ورتبة وأوادي أبد ضابط وأوادي يتوان نياسين جي برن الإعدام كرهار بشت بقاعي بسحار ولا دسد ما باكرين جاويد ماش ولا خوارنك نخوار من نانك هر نانش گنده اینا كوم كربين هر ايك قدق ناني نگهشتی کسی من او خود نه من او يعني يلا كم زحمه بحال؟ شي, شي حصل كنا لازمة. ما اما انا برسي ولا قاعدك عسكري هذا قلت امي وبين عرض الشارعي كاس حركه نكية حركه بكت وينجل ام شيء ويجي الصحفيه كيش باخه بدجك ام هما الويري اعدامك بيد يجي يعني ام والحصل بنا الشارعي صحفي هاتن ينجد يعني الصحفي السوري بين ليبي بين ابت هندك اجنبي جبين قالونا آه حتى ايكيا دار مره قلت ما بوش ما قلت والله شوف خيانته هو صندك خيانته كري برهن ام يعني ام تسليم كري يعني قال يعني قال في متندك شو انا ابت عرب متاثر بين قال يعني خاصة عندك سوري بي قال هندك يعني اخر قال متاثر بي يعني, 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 يعني فالحصام آه طبعا روسي يعني شو البرمانين يعني بخاص رئيس ومسافة كالجران هاتن تصوير كرنين صحافيه هاتن عالق كرن بو تصويرا ووادي كرنو وشي ام اينا قطار اكينا كرنت قطار ادا قطار آه جرم بي وي جرمي جرماتي بردابي، فر فرن كرنت وان فارغوناتا قطار ادا وصا جرم ام هندي هندي ما كره هندي ما كره هوا ربا جهل ما جرتن وفارغونات جرم كرن هر كرمة، كرماتي داية يعني تدفئة بي يعني و كرمة عبادان اه بي، وي كرمة و فيجد تو بردية و يقفاطة هندي ما كر حوارو اوا والله ايه كر رابط درقها شكان دينا الله هاتو يقول خلد يا بي يعني ديارة يعني دا مقصودة الحاصل باجد شيء هما هواي ليدا كد فتص يعني باش بيع الحمد لله، شنو بيجا هاتن فنجر باكرن، درقه باكرن بوضع مبشكة باشته دي هات امش دري مدّا ام ايناينا بو طهران، طهران ري باحتن طهران جابد ما يجري دا بين دا سيد ماجي جري دا منطقة تسفيرات الويري، تقرير الزر وجام الويري مختين برين مع عسكري، ما باكرن دا سيد ماجي باكرن ام مانا يلو

امل شويه هاتينه وغاستني طبعا نهمي كان كسك يتون دس نشان كيرين ابشاف هاتين دس ما جردن جود ما صندت كهربائي دينون سسرما ام كهرب كرين ام كيرنا سياره بهم، ام برنا برين منطقه كنت قلتني منجي نوبد مدرسي نوبد مع عقوبه ام الى طهران طهران ام برنا منطقه جوتين مخصوص يعني اراك مخصوص